كما كيعرف الجميع لعبنا ضد متصدر البطوله فريق اللي قوي كيخلق متاعب كبيره للفرق فرق اخرى. دخلنا عازمين باش نحققوا ثلاث نقاط الحمد لله وداكشي اللي كان يتاثى حتى الاخر تعادلوا معنا نقطه ما غناخذوها مزيانه ولو انه في الميدان ديالنا. مازال تبعنا مقابلات قويه ان شاء الله نديروا اللي علينا وان شاء الله مازال نقولوا كلمه ديالنا ان شاء الله. كنشكر الدراري وكاع اللي تقاتلوا كانوا مزيانين في التيران طبقنا تعليمات المدرب والحمد لله ربي جاب التيسير. الحمد لله صراحه زارنا الرئيس ديالنا شجعنا ما بقاش عينا بالتشجيعات ديالو عاوننا بزاف عطانا هضره ايجابيه باش انه ندخلوا المباراه بدون ضغوطات وداكشي اللي تاثر الحمد لله دخلنا بدون ضغوطات وقدرنا نجيبوا نقاط الجيش الملكي.